السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف الرمز البريدي لمدن ولاية شمال كردفان في السودان. الرمز البريدي لمدن ولاية شمال كردفان في السودان. أول مدينة معانا هي مدينة الأبيض، الرمز البريدي بتاعها هو 5 4 1. بعد كده عندنا مدينة بارا، الرمز البريدي بتاعها هو 5 3 1 2. بعد كده مدينة سودري، الرمز البريدي بتاعها هو 5 3 1 3. بعد كده مدينة أم مبادر، الرمز البريدي بتاعها هو 5 3 1 4. بعد كده مدينة جبرة الشيخ، مدينة جبرة الشيخ الرمز البريدي بتاعها هو 5 3 1 5. بعد كده مدينة أم رواية أو أم راوية، الرمز البريدي بتاعها 5 2 2 1 1. بعد كده مدينة الرهض، الرمز البريدي بتاعها هو 5 2 2 1 2. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرمز البريدي لمدن ولاية شمال كردفان في السودان. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.